تحت شعار صحتي سلامتي لا للمخدرات، نظمت الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية المدية وبالتنسيق مع مديرية التربية وكذا مديرية الشباب والرياضة حملة تحسيسية بشوارع بلدية العزازية حول المخدرات وكذا دورة في الألعاب الجماعية. بمناسبة عيد الطفولة نظمت الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية المدية نشاط خاص بالرياضة المدرسية بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية المدية مديرية الشباب والرياضة. بهذه المناسبة نحن كسلطات محلية ندعم مثل هذه التظاهرات وكذا الرياضة المدرسية، وخاصة هذه التظاهرة يرافقها شعارها منظمة تحت شعار لا للمخدرات. في إطار بعث الرياضة المدرسية في الوسط المدرسي الذي أقره رئيس الجمهورية وتزامنا مع عيد الطفولة اليوم العالمي للطفولة، نظمت الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية المدية المهرجان الولائي للمدارس الابتدائية بشعار لا للمخدرات، مشاركة فعالة للمدارس الابتدائية في جميع النشاطات، نشاط الألعاب القوى المصغرة، كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة. الشكر الجزيل إلى رئيس مدير التربية لولاية المدية مدير الشباب والرياضة لولاية المدية على مرافقتهم. نظمت اليوم الرابطة الولائية للرياضة المدرسية المرحلة الجماعية الألعاب الفردية الكيتس والألعاب الفردية كيتس والألعاب الجماعية الخاصة بالمدارس الابتدائية المصادف لواحد جوان اليوم العالمي للطفولة ببلدية العزازية، ونشكر جميع السلطات الأمنية والمدنية على الضيافة والاستقبال وتوفير جميع الوسائل. اليوم جينا درنا دورة لكرة القدم ودورة القدم على شعار لا للمخدرات لا للمخدرات بمناسبة عيد الطفولة. لتبقى الرابطة الولائية للرياضة المدرسية صمام أمان للتلاميذ من خلال إشراكهم في الحملات التحسيسية والبطولات الرياضية.